الو حتى نغير شوية الجو. قلت لك عوفني وروح ما ترتاح وياي، شلك بيا مجروح صدماتي ترى هواية ولاية من الحزن. انا كتاب وضاع عنوانه اتركني ابتعد روح ما تتراهم وياي. هاي من كتاباتي بالمناسبة. نرجع للحديث عن المسرح الحسيني. قدمت ليلة مقتل العدالة الإنسانية، قدمت ذاكرة الدم عن الإمام الحسين، لكنها برؤية فلسفية وفكرية بعيدة عن التشابه، بعيدة عن التاريخية، بحيث داخلت بين الزمان والمكان. يعني جبت شخصية أبو سفيان وخليتها في أرض الطف وعلى جسد الإمام الطاهر وتحادثه. جبت جابر يحادث يزيد، ويزيد كذلك يدخل يعني يتداخل من مجلسه إلى واقعة الطف ويتحدث مع جسد الإمام الطاهر. المهم قدمت الأرض وما عليها، بالمونودراما قدمت القبر الشاهد، قدمت انشطار، قدمت الرجل من الزمن السابق. يعني خلي نختصر الموضوع، اشتغلت في كل المناطق، منطقة الأوبريت، منطقة المونودراما، ومنطقة المسرح الحسيني. اكو سؤال كان للاستاذ عن المسرح. بالمناسبة ان شئنا او ابينا مسرح البصرة يحبو باتجاه الخطأ. كل احنا الموجودين هنا اعلاميين ومثقفين، كل احنا حضرنا مهرجانات اللي اقيمت في البصرة. المهرجانات اللي اقيمت في البصرة كانت تعتكز على طاقات الشباب. شاب بعد ما متخرج من كلية الفنون الجميلة يدخل في معترك مهرجان مسرحي بصري يعني قطري. انا ناديت وانادي على الكتاب الكبار وعلى المخرجين الكبار ان ينزلوا الى الساحة حتى يتعلم، نحن نتعلم منهم ويتعلم منهم الشباب. وبالمناسبة الجائزة تحاك في الغرف المظلمة، يعني جائزة أفضل ممثل. بالمناسبة أي مهرجان خلص هناك جوائز للكل، جائزة أفضل ممثل لثلاثة أو أربعة، جائزة أفضل مخرج لاثنين أو ثلاثة، جائزة زين. وين روح المنافسة؟ وين الإبداع؟ وين هناك ظاهرة هم بالبصرة حصلت، مهرجان البصرة المسرحي الثاني والأول. نأتي بفنانين من بغداد، نأتيهم للدعاية، نأتيهم للدعاية. احنا يجب أن نأتي بهم ليقيموا محاضرات، يقيموا دورات، يقيموا ورش حتى نستفاد من عندهم. لا، احنا نأتي بهم للدعاية لوجه، لأن الحديث مؤلم. نترك الحديث للأستاذ. كلام مثل بعيدا، وجهت لك سؤال عن الدراما العراقية. خلينا نتكلم والمسرح البصري. طبعا المشكلة هي يعني المشكلة اللي دائما تطرح وتؤشر هي الانغلاق المشتغلين في الحقل الاكاديمي، يعني ربما حتى اللي يتكلم عنهم في المهرجانات هم هي تدار من قبل المسرحيين اللي يشتغلون في الحقل الاكاديمي، يعني بالذات يعني بالتحديد كلية الفنون الجميلة، ربما ما حد اكثر من فتاها. هنا المشكلة يعني تقع في البصرة وبغداد، والوجوه اللي يعني النجوم اللي
صنعتهم الشاشة الصغيرة، هم يجون لأجل الترويج، يعني مجرد حاضر في الكراسي الأولى، هو متوقف 10 سنوات صار لأي إبداع ما عنده، وبهاي الحجج قتلوا المبدع البصري. هسه أي عمل تشوفه بالدراما ماكو إلا بالبغداد، يعني حتى يختار شاب بغدادي عن ممثل بصري صار له 20 سنة يشتغل بالفن، ما يختار، يختار شاب بغدادي تجربته سنة واحدة. هاي عقدة يعني حصار يعني أدوات الثقافة والوسائل الثقافة ببغداد هي مشكلة كبيرة، يعني طالت المسرح والدراما. باعتبارك أحد اللي شاركوا آخر أعمال يعني الدرامية في شهر رمضان، خصوصا هذا العمل أنا عندي ملاحظات عليه، يعني ملاحظات نقدية كثيرة، يعني يدخل ضمن يعني الدراما التجارية، خلينا نقول يعني على غرار المسرح التجاري، صارت هناك اكو دراما تجارية، استسهال يعني مو طبيعي. فنانين اساؤون جو مثلوا من البصرة واساؤون كثير، كانوا يعاملون الفنان البصري يعني بمعاملة يعني ما نقدر نتكلم عليها. يعني رؤيتك هاي الدراما احنا كبصريين يعني شلون نقدر هاي الصورة نغيرها؟ يعني يعني نقول كافي لهذا ان شاء الله، يعني خلي احنا الفنان البصري خلي ياخذ دوره، نشيل الآلية اللي نشتغل عليها. بالمناسبة أسوأ تجربة اشتغلت بها هي الباص، مو هي كعمل، أنا كدور وكموضوع. بالمناسبة مسلسل الباص سجل الفنان البصري موقف مشرف، كل الفنانين البصريين الكبار والمتميزين رفضوا الاشتراك في مسلسل الباص، الكل، لأنه كان رأيهم أنه مساحة الحوار أو مساحة الدور قليلة، يعني ممثل كبير مثل محمد سعيد الربعي يطلع بحلقة أو حلقتين، أو مثل مؤيد عبد السلام، أو الأدوار الرئيسية من بغداد. سبب والله يقول لك المنتج يقول إشي زين، هم لم يحسنوا اللهجة البصرية، كذلك الموضوعة والحوار، موضوعة الحلقة ما بها، ما اعتقد بها هدف، كانت للمتعة، كانت للضحك، بس للضحك على حساب الممثل، مو الضحك على حساب الموقف او الحركة او الكلمة. يعني الناس تضحك على هشام شبر، والناس تضحك على لؤي احمد، ما تضحك على موقف او للمتعة. شلون احنا نغير هذا الموقف؟ جاي اقول لك استاذي انه الممثلين البصريين على العموم لم يشاركوا بالعمل، لكن انا رفضت اول مرة واتصل بي عزام صالح واصر انه اشارك ودور قصير وكيف، يعني لاجله شاركت، وانا اسف لهذه المشاركة. طبعا الان نفتح المشاركات وهناك كلمة من الاستاذ عبد الكريم عامر. تفضل. لا تفضل صح. عليكم. طبعا يشرفني ان اكون جالس بينكم، واحد من البصريين اللي قدموا يعني خدمة صغيرة كل جدا للمسرح البصري. حينما نتحدث عن تجربة الفنان الإنسان هشام شبر، فإننا نغوص في بحر كبير جدا، خاصة وإن تجربة الفنان لا تجربة الفنان لا يمكن أن تتفصل عن تجربته الإنسانية. المتابع لهشام شبر منذ أن اشتغل في المسرح، سواء كان في المعهد أو الكلية أو المسرح بشكل عام، يعني أنه أي هشام شبر يذوب في الشخصيات
التي خرجت من قاع المدينة. فهشام شبر حينما تراه على المسرح فهو لا يمثل، وإنما يصرخ ويخرج ما في داخله. حقيقة أنه لا يمثل، يعني أنا أرى هشام برغم من هذه يعني حركات اللي ينطيها المخرج، هو أيضا مخرج، لكنه يعبر عن نفسه، لا يعبر عن الشخصية. نحن ككتاب مسرح حينما نكتب لأحد نضع هذا الأحد أمامنا. يعني أنا حينما أكتب له هشام مثلا أضع هشام بكل تفاصيله، بكل تفاصيل حياته، بكل مخزون المعرفي، وأطلع على الجمهور. إذن هشام شبر لم يكن يمثل على المسرح، وإنما كان يعكس صورته الحقيقية لجمهوره. كلمة قالها الأستاذ هشام: إن الطبيب يموت فرد والمسرحي يموت أمة. فمن هذا بين قوسين أتحدث عن بكائيات هشام شبر اللي حكى عنها حيدر الأسدي، لأنه هو في داخله وجع حتى ينظر يعني للحياة بتشاؤمية، يعني من خلال هذا المثل. فأنا أصحح هذا المثل سيد هشام، أن الطبيب يعالج فرد، يعالج فردا، لكن المسرحي يعالج أمه. بهذه الصورة تكون أفضل وأكثر تفاؤلا. مو الحديث عن مسرح المحافظات اللي حكاه أستاذ هشام، أنا حكيته إليه. هشام شبر حامد البازي العصري، حامد البازي إن وثق البصرة من خلال كتاباته بقلم الرصاص، فهشام شبر وثقها بالديجيتال، وثقها باليوتيوب عبر قناته، وثقها في مواقع الفيسبوك. أيضا هناك تجربة كبيرة يعني يجب أن نقف عنها، اللي هي شبريات التي توقف عنها، واللي حاول أن ما ينسى أي شخص من رجالات مدينتنا ومبدعيها، يعني هذا يستحق عليه الشكر. بالنسبة إلى بغداد، هناك مسرح يسمى مسرح المحافظات، احنا ما نعرفه، بس ببغداد كانوا ينظروننا احنا كمسرحيين، يسموننا انتم مسرحيون محافظات، وينظروننا بدونية عجيبة غريبة، في وقت ان المخرجين اللي مشاركين في مهرجاناتهم ومنهم الدكتور حمي صابر كان يترأس لجان التحكيمية. يعني يقولون انتم مسرح محافظات، وياخذون مخرج جايب مسرحية تدخل بال ويختارونه كرئيس لجنة. يعني ما نعرف هذه المفارقة، هذا التضارب بالشسم. للأسف الشديد هذه دعوة لكل المسرحيين ولكل الفنانين أن نرفض التبعية لبغداد. يعني يكفي أن البصرة 95% من أدباء بغداد وكتابها وشعراء الشعبيين وشعراء الأدباء أكثرهم من أهل البصرة. يعني اتحاد الأدباء استاذ علي بزمنك والبعدة كلهم، يعني منذر عبد العار، هادي، ياسين، أسماء كلهم بصرة. يعني للأسف الشديد وكلها يقولون أنتم مسرح محافظات أو أدب المحافظات، يعني ثبرونا بهاي. ولهذه أنا أتمنى أن نشتغل على دعوة أن نرفض التبعية للمركز وناخذ فيدراليتنا الثقافية. أنا كتبت يوم من الأيام مقال اسمه فيدرالية ثقافية، يجب أن نأخذ فيدراليتنا الثقافية من أجل أن نتمكن، لأن إحنا البصرة علمنا، مدرسة البصرة مدرسة معروفة، يعني إحنا علمنا العالم بهذه الطريقة. لكن للأسف الشديد يجي هشام شبر ويخلونا في دور، أو محمد، هذا شيء يؤلم. أنا ما شفت الباص ولا أريد أشوفه للأسف الشديد، أن يخلونا في دور ويضحكون عليه. يعني أنا قلت للأستاذ علي شغلة في مسرحية من المسرحيات، ردنا ندخل قزم بالمسرحية، وكان المخرج ماله دكتور حميد، فكان المنتج قال لي مو هاي القزم يجيب جمهور ويجيب ناس ويجيب هاي. دكتور حميد قال له شاية، قال له أنا ما أريد الناس تضحك على هذا القزم، لأن هذا راح تضحك على إنسان، وأنا كدوري كمسرحي أن أرتقي بالإنسان. ولهذا المسرح الكوميدي أريد أن يكون مسرح كوميدي موقف. يعني شفنا عادل إمام وشفنا هالأسماء الكبيرة، دريد لحام، هذه كوميديا. أن يجيك من بغداد ويختار البصرة كمكان، طبعا بالمناسبة البصرة كمدينة، يعني احنا بإمكاننا أن نستثمرها دراميا. أي فرقة مسرح تمثيلية يريد يمثلون في أي مكان بالبصرة، بإمكان الحكومة المحلية بالبصرة أن تشرع
قانون اي واحد يجي في الباو يستخدم اللنش يستخدم له ان ناخذ عليه مبالغ، ان ناخذ عليه ضريبه، وهذه مو معموله هنا، معموله في كل دول العالم، المناطق السياحيه تؤخذ عليها حتى نثبت بان احنا احق بمدينتنا، احنا احق بمدينتنا. ليش البصره مدينه تاكل ابنائها؟ للاسف يعني البصره مدينه تاكل ابنائها للاسف الشديد. يعني ابن البصره هذا العملاق طالب جبار، الله اكبر، ابو نورس الله يرحمه، يعني بهاليوم يعني هذا الاسم الاوبريت طلع من البصره، الهيوه طلعت من البصره، الخشابه طلعت من البصره، الاسماء هسه جاي يقلدوننا، كلهم يقلدوننا، واحنا الناس نسونا للاسف الشديد. يعني اتمنى على فنانيننا ان يرفضون اي دعوه لهم ان يخلونهم بالهامش، بالرغم من ان الكتابات القديمه الهامش مهم واحد يقراها اللي ينكتب صعبه، بس ما يصير بالهامش، احنا مو هامشيين، يعني البصري ليس هامشيا، البصري هو انسان، واعتقد انسان هو مبدع، وخاصه امامنا تجربه كبيره للفنان هشام شبر، وعندنا يعني عندنا اسماء البصره لو نجيب اسماءها والله العظيم اعتقد الكره الارضيه تنقلب على صبعها، واسماء موجوده يعني بيناتكم، بس مشكله البصري انه طيب. مشكله البصري عبد الامير الدرام، انا من بديت اكتب هذا عبد الامير الدرام موجود، يعني ابو رضوان داود، علي الاماره اللي ترأس اتحاد ادباء في زمن كان صعب جدا وقدر ان ياخذ بيد كل الادباء للنجوميه اقول، وطلع هو تطلع نجوم بالادب. اذا احنا امام حاله ان نثبت للاخر بان احنا موجودين. مو يجينا المشكله هسه من يجينا واحد من بغداد، قبل من يجينا من بغداد ابيته ببيتي، ما اجاني من بغداد ونومته في فندق والله، بس من اروح لبغداد بس اخابره بالتليفون يقول لي إيه انت وين؟ قلت له بحسن عجمي، هسه اجيك ولا اشوفه سبعه ايام. وهذا صارت بيناتنا والله العظيم، يعني علينا ان نثبت بان احنا مبدعين واحنا الافضل. وشكرا لاستماعكم لشخابيطي، شكرا جزيلا. اقرا لي هاي. شكرا استاذ هشام. شكرا استاذ هشام. نعم. نعم صار. تفضل. نعم تفضل. استمع لمداخلة الأستاذ ياسر. السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة يشرفني اليوم الحضور في هذا المحفل الجميل الذي يستضيف أحد المشاهد الرائعة التي تمثلها البصرة والتي تجسدت بالفنان الكبير هشام شبر. حقيقة أنا سأتحدث بمداخلة بسيطة سوف لن أطيل عبرها ومن خلالها عن هذا الرجل من زاوية أخرى. هذه الزاوية لا تتمثل بكونه فنانا أو ممثلا أو مخرجا مسرحيا أو غيرها من المسميات التي تفضل الأخوة قبلي بوصف الأستاذ هشام شبر بها. سوف أتحدث عن واقع مدينة تعيش على الهامش كما تفضل الأستاذ عبد الكريم العامري، هي مدينة البصرة الرائدة والتي تضرب في القدم بأهميتها ومدنيتها وفنها وثقافتها الرائدة في هذا المجال، في المجال الإنساني. هشام شبر رجل باختصار صنع البسمة ورسم البسمة على أوجه البصريين في زمن الموت والدمار والقهر والعزلة. هشام شبر رجل سبق وأن وصفته في إحدى كتاباتي، وعلى ما أعتقد هو يعرف بها، وصفته بأنه رجل أصر على مدنية البصرة، على بعث هذه المدنية التي يحاول البعض أن يسلخ هذه المدينة منها. أعتقد أن هشام شبر بفنه بمسرحه الرائد، وآخر ما حضرته له هو المشهد الجميل هاشم أبو الهوى في القصور الرئاسية، رأيت البصريين محلقين حول الأستاذ هشام شبر
رأيتهم مبتسمين، رأيتهم متناغمين ومتفاعلين مع هذا العمل، رأيت البصريين كذلك من خلال هذا العمل يصرون على مدنية هذه المدينة ويوصلون رسالة إلى العالم أجمع بأن لا أحد يستطيع أن يسلبها حلتها القشيبة التي تمثلت في إنسانية البصري وفي مدنيته الرائدة. هشام شبر أعتقد له صلة بما كتبه العراقيون القدامى عبر آلهتهم نيدابة، أو كما يسميها البعض نيسابة، آلهة الحكمة والكتابة. هشام شبر استقى من هذه المفاهيم فنه العصري والإنساني الذي نشاهده اليوم، والذي يركز ويضرب أساسيات مهمة في هذا المجال. أعتقد أن ما تفضل به زميلي الأستاذ عبد الكريم العامري شيء مهم، هو التركيز على ثقافة هذه المدينة لما لها من خصوصية فريدة تختلف عن كل الثقافات الموجودة في العراق. فالبصرة لها خصوصيتها المتميزة التي تختلف عن بغداد، عن الجنوب بأجمعه، عن وسط العراق، عن شماله. وأعتقد أن الفنان الإنسان هشام شبر بتحليلاته السيكولوجية، برؤيته المستقبلية، برؤيته حول الإنسان التي تكلم عنها، قد أعطى صورة بارزة ومهمة لشخص مدينة اسمها البصرة. تحية للفنان هشام شبر، ونتمنى أن نرى في المستقبل القريب ما يجسد تحليلاته المستمرة التي يعطيها لنا عبر فن راسخ وأصيل. شكرا جزيلا، شكرا لحسن استماعكم، وألف تحية للأستاذ هشام شبر. أستاذ حيدر، أستاذ صالح كريم يريد مدرس. أستاذ هشام مدرس. أستاذ هشام بالدور بس على الإمارة الأول. شكرا للاستاذ على المداخله القيمه، وشكرا للاستاذ عبد الكريم العامري قبله على المداخله. الان تفضل الاستاذ علي الإمارة لإلقاء الشهاده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقة من محاسن الصدف أن نلتقي ونحتفي بالفنان المبدع هشام شبر، ونحن نتواصل به على أو معه على صفحات الفيسبوك وفي أعماله، خاصة في الفترة الأخيرة وخاصة في مجال الأوبريت. أنا سوف أتكلم عن نقطة أثيرت، وهي استكمالا لهذه الموضوعة التي أراها مهمة، وهي في استقلالية البصرة في فنها وثقافتها. ولكني أيضا لا أحمل فناني بغداد أو أحمل السلطات المحلية المسؤولية، وإنما أحمل الفنان البصري هذه المسؤولية. على الفنان البصري أن ينتزع هذه الفرصة انتزاعا، فاليوم لا أحد يعطيك فرصتك إلا أن تنتزعها أنت بقوتك وبتخطيطك وبإبداعك. فلذلك مثلا نحن الآن على مشارف مرحلة فضائية البصرة، يعني قناة البصرة الفضائية. فهذه فرصة ثمينة لنا للمثقفين بشكل عام، وللدراميين أو المسرحيين إذا تخصصنا أكثر بهذا المجال، أن يصنعوا لهم أو يؤسسوا لهم وحدة درامية خاصة، حتى عندما مثلا تأتي هذه المناسبات الرمضانية، حتى لا يستغلنا أهل بغداد أو فنانو بغداد، يستغلون المدينة ويستغلوا فنانيننا يعني. فلذلك أنا أرى وأقترح على فنانينا بأن يطالبوا بتشكيل وحدة مستقلة، وحدة درامية، ومن خلال هذه الوحدة يستطيعون أن يقدموا أعمالهم الدرامية. فبعد احنا ما نحتاج بغداد، هذه المرحلة مو مرحلة العودة إلى بغداد ولا مرحلة التبعيات،
ولا مرحلة المركزية المقيتة أو الصعبة القاسية. الآن صارت هناك استقلالية للمحافظة، ولكن هذه الاستقلالية هي تعني الشخصية، والشخصية تأتي من قوة الإبداع الموجود في المدينة. قوة الإبداع الموجود في المدينة عالية ومهمة، وعندنا مبدعون. يعني مثلا أنا قدمت أوبريت عودة السندباد البصري لتربيات البصرة أول عام، فاز بالجائزة الأولى على تربيات العراق. لماذا؟ ليس فقط لنص الفضل، وإنما للمؤدين الممثلين وأصحاب الديكور والإخراج، كانت رؤية كاملة وموحدة للعمل الفني. وهكذا نحن نستطيع أن نقدم الأوبريت، ونستطيع أن نقدم التمثيلية، وحتى الفيلم السينمائي. يعني احنا عندنا ريادة في السينما البصرية منذ الستينات، كانت هناك شخصية سينمائية بصرية. فلماذا لا نعود إلى ذواتنا الإبداعية؟ لماذا لا نعود إلى قاعنا، ليس قاع المدينة فقط الذي كتبنا عنه، وإنما قاعنا الفني الإبداعي؟ لماذا نهمش أنفسنا؟ نحن دائما في القمة، نحن حتى هامشنا مضيء، فلماذا لا نفعل هذه الإضاءة؟ هذه الإضاءة ملقاة على عاتقنا، يعني على الفنان البصري أن يضيء الزاوية أو المنطقة التي هو فيها. كيف يضيئها؟ يضيئها من خلال المبادرة، والمبادرة مع المسؤول. في آخر مقال افتتاحي لي في صحيفتي اللي بين أيديكم، عنوانها مبادرة المثقف واستجابة المسؤول. عندما يبادر المثقف يضع الكرة في ملعب المسؤول، ولكن المبادرة يجب أن تكون مبادرة موضوعية وفعالة، ولذلك حتى تضع المسؤول على محك المسؤولية أمام مدينته من ناحية، وأمام الإبداع من ناحية أخرى. فإذا أنا حتى هذا موضوع أنه يضحكون على الممثل، الحقيقة هو التعبير البلاغي هنا، يضحكوا منه، نحن نريد يعني من المشاهد أن يضحكوا من الفنان ولا يضحكوا عليه. الفرق هنا بين يضحكوا عليه أو يضحكوا منه. إذا ضحك منه فهو فنان، وإذا ضحك عليه فهو فنان فاشل. المهم، فقصدي أنا سؤالي هذا كله موجه إلى أستاذ هشام بالذات، لأن هو اليوم يمثل هنا الدراما، وأيضا موجه إلى كل، وخاصة الأكاديمية. نحن لا نريد الأكاديمية جامدة، هذا الجمود الأكاديمي، نريد نكسر هذا السياج الأكاديمي، ونخلي الأكاديميين ينزلون إلى الساحة الثقافية ويكونون فعالين في المشهد الثقافي والإبداعي البصري بشكل عام. يعني احنا عندنا طارق العذاري وكريم عبود واسماء كبيره، وعبد الستار ثابت وغيرهم، كلهم اسماء كبيره، ولكن سياج الاكاديميه ملتف عليهم. الحقيقه احنا نريد هذا التفاعل بين الاكاديميه وبين الشارع الثقافي من ناحيه، ونريد ايضا هذا التفاعل بين الابداع وبين المسؤول من ناحيه ثانيه، ونريد ايضا هذا التفاعل بين المحافظه وبين العراق. صحيح احنا ما نريد نتهمش، ولكن احنا جزء من العراق يعني. فأريد أن يعني أخيرا أريد أن نصنع ذواتنا، ونصنع مدينتنا الفنية من خلال الفرص المتاحة لنا. وشكرا. أكو مداخلة، هل خلافنا ويا بغداد إحنا؟ والشخوص المسؤولة ببغداد؟ لا، قبل 3 سنوات أو 4 في مهرجان المربد أرادوا نصا أو عرض مسرحي يعرض للأدباء والفنانين، الأدباء اللي يجون من الخارج ومن بغداد ومن المحافظات. فأكو واحد يعني هم أقول شخص، بالأسماء لا ما أقول، أبو عراق، ابو عراق كان مسؤول عن العروض، فاجى اتفق ويانا في المركز الثقافي على عرض ذاكرة الدم. العرض وصلنا الى الميزانية مالته 2.5، لان قال احنا ما عندنا ميزانية، ف2.5 رحنا نتدرب.
متفق ويا مركز شباب على عرض ب 250 ولغى العرض مالنا. هل يعني خلافنا مو ويا بغداد ويا انفسنا احنا؟ اتيحت الفرصة لشكرك يعني هشام شوبر طبعا لو عبقن كبيرة اي هموم كبيرة يعني هموم الثقافة خاصة انت هسه كذا واحد وربع استاذنا داود الغنام تفضل منه خلاص واحد وربع. مساء الخير اصدقائي واساتذتي وانا وصلنا لكم هذه الامسيه الجميله. قبل لا اقل بعلاقتي بهشام شبر تعليقين بسيطين يعني كمل. قال استاذ هشام عن ابو عراق كريم شخاور وباسم القطراني جانا نعرض اوبريت لا هاشم حكايه ناصر بالجرايد لانه الى تماس مقارب بالمثقف وتهميش المثقف العراقي ونحن نعرف معاناة مثقفينا. فقلت له بنعرضكم بالمجان أو بريت نعرض بالمجان لأنه يحاكي طبقة المثقفين الأدباء وهو مناسبة كأنه احنا كاتبين إلى مهرجان المربد. قال لي والله ما نقدم الأوبريت لأن احنا ما نسوي هشام شبر يعني نشوف السطحية للأسف. يا قلت دعنا من هشام شبر هو العمل عمل البصرة. هشام شخص جزء المفروض ما تسوي داود غنام. الاخرين ليش تهمشهم؟ قال لها هاي خلاص احنا عندنا موقف ما طبعا يروحون يعرضون مع احترامي يعني لوحات هزيله ولا تنقص الثقافه ويهمشون عمل قدمنا لهم بالمجان. هاي وحده اللي طرق لها ايضا صديقي علي الاماره بانه ذكر اسماء كبيره. انا اقول الشهاده لا تعني الاسم الكبير. اللي ذكرتهم كلهم فارغين ما عدا الشهادة لم يقدموا أي عمل إلى البصرة ولم يبدعوا. المبدع ليس بالشهادة. هشام شبر رجل بسيط شهادته بسيطة لا هو ماجستير ولا هو دكتوراه ولكنه يحب أن يشتغل يحب أن يقدم فسنويا أكثر من عمل لهشام شبر. إذا الإبداع ليس له علاقة بالشهادة والاسم الكبير لا يقارن بالشهادة. نعم هو أكاديمي وأستاذ في الجامعة على عيني وراسي لكن كفنان لا ما عنده شيء ما عنده أي إبداع. وخلي اللي يقدر يذكر إبداعاتهم من شفناهم لحد الآن يمكن كانوا قبل سنوات أحدهم كان يشتغل قدم أعمال جدا جميلة لكنه الشهادة قتلته والكرسي قتله والإبداع انتهى عنده. هذا انتهى من عنده. أرجع عن علاقتي بهشام شبر علاقتي علاقة الفارة والبزون. هشام مزعج إلى درجة هشام يأذيني إلى درجة ولو تصورون قد نتعارك أنا وياه يا بس ما توصل للضرب. ولكن نرجع وراء خمس دقائق نسولف واحد يبقى الثاني مزعج لأنه مشكلته يعيش الدور بكل حذافيره بكل عمقه بكل سطحيته وما يتقبل النصيحة. هذا امامي اذا انا غلطان يقول لي ما يتقبل النصيحه يعني يجي لي بكل موده يملي علي اللي يريده. بطبيعتي كمؤلف لازم اتعاون مع المخرج واكتب ما اشوفه انا وما هو يرتئي كمخرج. المؤلف هو مخرج ثاني العمل وايضا المخرج هو المؤلف الاول للعمل او الثاني للعمل فلازم تكون بيناتنا رؤيه. ولكن هشام شبر ما يصدق يلزم النص بعد ما اعرف داود الغنام ما اعرف شنو ما ياخذ نصيحه ما ياخذ راي الى ان يطلع العمل. يعني اول عمل اشتغلنا بعودة تومان تفاجات يعني تفاجات بهشام بشكل غريب. حاولت باي طريقه كنسل العمل الغي العمل واجره كل الزين وقلت له بعد ما اشتغل كافي وجا دكتور ناصر بالبيت وحكى وياي قلت له ما اقدر اشتغل هشام لان اذناني. انتهى العمل قدمناه بشكل جميل. العمل اللي بعده قررت ان لا اعمل مع هشام شبر. حتى كنا قاعدين انا وياه وبعض الزملاء فاحد الزملاء اللي هو علي خلف قال ان شاء الله هسه ماكو مشاكل. قلت ان شاء الله ماكو مشاكل. اي قال شلون؟ قلت ما شاء الله هشام شبر. هشام اصلا طق الميز وقام قال ماكو اوبريت.
هذا يقودنا الى مداخله احد الاخوان حشاها الاستاذ حيدر، قال لماذا المركز الثقافي منغلق على نفسه؟ ليش ما نجيب مخرجين يعني؟ يعني خلي يكتب غير داود الغنام، خلي يخرج غير هشام شبر، ليش لا؟ اذا اكو بامكانيات بهذا المستوى او احسن، ليش لا؟ خلي هشام شبر يكون مشرف بما انه مسؤول الفنون الثقافيه والمسرحيه في الجامعه. فاضطريت اشتغل ولا العمل الثاني، وكان من اجمل الاعمال اللي هو حلم مجنون. هو استفاد من اخطاء اللي كان مزمت بيها، وطبعا اخطاءه غير مقصوده، لانه يعني هو يشتغل في ما نقول بحبوحه من الميزانيه القليله جدا جدا جدا، ومن الشخوص الممثلين. وايضا لا اخفي عليكم، لما نقدم عمل المركز الثقافي كلية الفنون الجميله تبدأ بمحاربتها لهذا العمل، تبدأ بكل الطرق. يعني لما كتبنا ميزانية ما يقارب 15 مليون إلى الأوبريت، ودزت الجامعة ناس ما عندهم اختصاص إلى دزوا الميزانية إلى كلية الفنون الجميلة لكي يدرسوا الميزانية هل هي مبالغ فيها. فأكبر عمود في الكلية قال ايش دعوة، أنا 7 ملايين أسوي بها 3 أوبريتات. ما أدري شلون يسوي 3 أوبريتات بالسبع ملايين أو بالعشر ملايين. فمن هنا تبدأ المحاربة. لما ندز على طالبات وطلاب يجون فرحانين يشتركون ويانا، احنا نجيب هي جامعة، يعني نجيب طلاب الجامعة؟ لما يجونا 5 طالبات أول يوم مندفعين يقرون النص ويصعدون يمثلون، ثاني يوم الخمسة والست بنات ينسحبون كلهم، قالوا أهلنا ما نقبل. لما أختلي بيهم وأشوف السبب الحقيقي، هاي معاناة البصرة كيف نكون مبدعين؟ كيف ليش انسحبتوا؟ لما اتحرى على السبب الحقيقي القى احد الاساتذه الافاضل قال لهم اذا رحتوا مع هشام شبر واشتغلتوا الاوبرات السنه كلكم راسمين. كيف يبدع البصري؟ كيف يبدع هشام شبر وداود الغنام؟ اذا اكو نفسيات مريضه يحمل دكتوراه في المسرح وهو يحارب المسرح، يحارب الابداع. اذا هشام شبر حتى خلافه وياه، رغم انه خلاف من اجل ان نخرج بعمل متكامل، ولكن هو الرجل كيف يعمل؟ يعني هاشم بالهوى هو يعرف كل زين، انا كاتبه بطريقه يعني انشال ربع العمل انشال انحذف. لما قعدت عاتبته بعد ما تعارك وياه، يعني عرفت اسلوبه، لان ما يفيد اعارك، احس فيها بهدوء اتوسل به. فقال لي تعال جيب لي ممثلين جيب الفلوس، انا ما اجيب لي شخص بنيه او ولد يقوم باللوحات، على الاقل راد له 150 الف اعطيه كرو يروح يجي لمده شهر. جيب لي ملابس اللي تكفي عليهم، جيب لي وقت يحطك بوقت تكتب لي ميزانيه انت قبل 4 اشهر، قبل 3 اسابيع اعطاء الميزانيه. وانت ما تقدر تشتغل وتجيب العالم وتكدس البشر تعالوا اشتغلوا وما عندك ميزانيه وما عندك موافقه. فهذه الظروف الصعبه اللي نمر بها احنا. احنا بدنا ان نقدم اوبريت جدا جميل واوبريت متكامل، وهذا حلمنا. لما نجي نحجز قاعه نطلع من واقع الجامعة. يعني الآن هاي السنة صارت لنا مبادرة هي فتح القصور الرئاسية، وبالتعاون مع المحافظة عرضنا يوم واحد، الجمهور كان لا يصدق، فطلبوا من عندنا أن نعرض يوم ثاني، وكان الجمهور يعني فرحان جدا بهذه التجربة. فهي رسالة وهي دعوة لكل الفنانين أن نتخلى عن أنانيتنا. يعني الفنان طارق شعبان ذلك يقدم عمل كلنا فنقف وياه، ليش لا؟ يعني هو ابداع للبصره ومسجل للبصره. اذا اريد اقدم اي شيء المفروض ازرق. يعني انا قايل صديقي استاذ هشام، قلت له والله انا اعمل معك مو من اجل لا ماده ولا من اجل اي شيء، من اجل ان تبقى البصره متواصله. نقدم ابسط الاعمال مهما يكون، احسن من ان نسكت، ولكن المحاربه مستمره. هشام شبر يمتلك من الانسانيه ما يمتلكها اي شخص اخر. فهو يحترم المقابل. انا احكيها للعلن، يعني كذا مره اصير اعصاب، هو يقول انت اكبر من عنده بكم سنه، لهالسبب هو يحترمني ما ادري، انا قلت انت اكبر من عندي وضاعت علينا، بس هو رجل يحترم المقابل، احكي عليه من يعني اكتب شخصيه انا بشكل، هو رجل يضطر ان يقدم بهذا الشكل. هشام كممثل
إذا تلبس الشخصية خلاص ما يطلع من عندها. يعني احنا كتبنا حلم مجنون بدور هاني المجنون، هاشم أبو الهوى دور مجنون، فقلت له بعد إراد لك دور ثالث بمجنون تصير مجنون رسمي بشكل طبيعي، لأن ردنا نطلع بهاشم أبو الهوى من شخصية هاني المجنون ما قدرنا. قلت له بعدك لا تزال هاني المجنون، يعني عاش الشخصية. وحتى بالأحاديث الجانبية لما نروح الجامعة يتكلم كأنه يتكلم معاي هاني المجنون اللي يحب عايدة وتركته. فهشام ممثل يلتصق بالشخصية لا تلتصق الشخصية به، فهو يحب ما يمثل ويصل بالشخصية إلى مرفأ السلامة ويقنع الجمهور. وهو في نفس اللحظة في الأوبرا يوجد مشهد كوميدي، الجمهور يضحك من كل قلبه لهذا المشهد. هو مشهد بسيط ولكن تلقائي وعفوي وحقيقي وواقعي، فنرى الجمهور يضحك بتلقائية وعفوية، وسرعان ما ينقلب هذا المشهد وفي نفس المشهد إلى دراما. فالجمهور يبدأ يبكي مع هشام لألمه ويتألم لألمه ومعاناته. إذا هشام هو الإنسان، هو المبدع. فهشام مختصر مفيد، هو ثروة بصرية وعراقية علينا أن نهتم به، علينا أن نرعاه، أن نقدم له كل ما ممكن أن نقدمه حتى يكبر هشام أكبر وأكبر، حتى تكبر البصرة بوجود هكذا مبدعين. شكرا لكم وشكرا لهشام وشكرا لحيدر الأسد. بس استاذ هشام، الاستاذ صالح قرالي الاعلان. رحمه الله الاستاذ صالح. اي اعلان؟ اعلان يمك اعطيتك اياه الوقت. كم قطع يعني انطيك ضوء. السلام عليكم. بس قبل الكلمه يلا تفضل. خلي اقرب اعلان من عبد الكريم الاحمد. يسر مؤسسه عمار الخيريه الدوليه ومكتب الشيخ منصور التميمي عضو البرلمان دعوتكم لحضور حفل تقديم تبرعات من المكتب كتب من الكتب من الكتب لمكتبة قضاشط العرب العامة، وذلك يوم الأحد الموافق 25/8/2013 في تمام الساعة 17:00 لدعم الحركة الثقافية في محافظة البصرة. شط العرب 75,000 كتاب. أوكي. شط العرب. شكرا. لو قاريها انت احسن. الحقيقة انا طبعا غير متكلم، ليش؟ لان انا رسام وتشكيلي، لكن مجيء هنا صور استاذ صالح اتطلب مني ان اذكر هشام بشيء معين، وهو من كان قبل ما حد الفنون. احنا كنا بالنشاط المدرسي، انا عينت سنة 1974، هشام كان طالب بالمتوسطة، فعرض مسرحية احنا خذيناها لبغداد، كان هو بن بطولته. هاي المسألة الارشيفية يعني مؤرشفة تأكد على انه هذا الطالب وهذا الانسان من كان صغير كان مسرحي، وكان اذا مستوى انه يمثل البصرة في بغداد. طبعا بعدين التقيت بطالب في معهد الفنون الجميلة، أنا يؤسفني أنه أكون مدرس من مدرسين معهد الفنون الجميلة قسم المسرح يجي يتحدث عنه، لأنه بوقتها أنا كنت رئيس قسم الفنون التشكيلية، وكان الأستاذ حيدر الشلال وحميد صابر وعبد الأمير السواوي هم من أساتذته، والست بشرى محمود، فكان يعني محط أنظار الطلبة ومحط أنظار المعهد كله. بس هذه أريد أذكرها وهذه شكرا. نشكر الأستاذ صالح على الشهادة بحق المخرج هشام شبه. آخر كلمة الفاخر فاخر الحميداوي، آخر كلمة ونختم. من ناكل كان تفضل تفضل الأستاذ فاخر. يعني في هذا المكان
العفو استاذ، بالنسبة للتمويل للأعمال الفنية المسرحية والتشكيلية والموسيقية، أنا أحكي على المسرح، جامعة البصرة. ذكر استاذ داود نقدم ميزانية مثلا لأوبريت 15 مليون، تروح لجنة مال تقييم الأسعار، وتطلع من لجنة تقييم الأسعار إلى لجنة أخرى، وترجع لنا بسبع ملايين أو خمسة. تقدم عمل مسرحي بخمس ملايين ينطوك مليون. هذا جواب ما أريد أشرح، هذا جواب. يعني أنت شوف أكو دعم المحافظة، ما شفت يوم من الأيام المحافظة دعمت مؤسسة يعني للجامعة مثلا اللي تريد تقدم عمل بالاشتراك. انت شلون تريد الدعم من المحافظة عندما يكون العمل مشترك بين محافظة البصرة وجامعة البصرة؟ ماكو هذا الاشتراك. انت تدري انه انا لسنوات عديدة، يعني من صار المجلس المحافظة الاسبق، ما ادري منو مسؤول الثقافة بالمحافظة. الدورة ما بيها مسؤول ثقافة، بس الدورة بيها محافظة. آخر أيام خلوا الدكتور حسن خلاص، ما في مسؤول ثقافة. هسه بهالدورة خلوا واحد. لمن نتجه؟ لمن الاتجاه؟ غير من أعلى سلطة هنا مجلس المحافظة، ما يجاوبون وياك. يعني بصراحة تعليق على هذا، أي مؤسسة تدعم نشاط فني الطالب اسمها ينزل بالإعلان، يعني تكون بالاشتراك. هاي إذا انطتك، يعني إذا اتفقت وتفقت ويعني أهواءهم، فأي دعم يكون نشاط الفن والثقافة صار له سنوات بالبصرة ودعم ذاتي. يعني هاي إجابة على الاختصار. يعني إحنا نختم الجلسة هاي ونشكر الحضور يعني جميعا، يعني أشكركم، يعني حضور مفرح جدا، يعني أساتذتنا الكبار كلهم حاضرين استمعوا لهاي الجلسة، وهذا يشرفنا طبعا. أترك الكلمة الأخيرة للمخرج هشام شبر حتى يختم الجلسة، وشكرا لكم جميعا. طبعا شكرا إلى أساتذتي وزملائي والإعلاميين والمثقفين، يعني أفرحتوني جدا. وبالمناسبة الفنان بحاجة إلى هكذا تجمع ليشعر بوجوده، يشعر بما قدمه، ويشعر من خلال كلمات أساتذة الكبار وزملاء أنه يسير بالاتجاه الصحيح. شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا، وإلى لقاءات أخرى.